الاشتراكي قبل ان ينتقل الفريق الوداد. كترفع كره خطيره هذه المحاوله، ونجم ونجم الان يبحث لويليام وهدف. لاعب ممتاز جدا، لاعب ممتاز ويليام جيبور، القوة الضاربة للوداد البيضاوي. ويليام جيبور يسدد كرة في توقيت يمكن أن نعتبر بأنه جد مهم لفريق الوداد. 78 دقيقة الوداد، الهدف بوسط اللاعب ويليام جيبور الخطير. ويليام جيبور الخطير هذا الليبيري، يمكن أن أقول بأنه اللاعب ويليام جيبور مكسب لفريق الوداد البيضاوي، اللاعب الذي استقدم الوداد بالتوصية من اللاعب الذي حمل الكرة القدم الإفريقية ولاعب المتميز زورجوية. إذا نعتقد بأنه نظرة معلم هي التي كانت وراء استخدام هذا اللاعب. شاهدوا طريقة حصر الكرة في مكان ضيق جدا، قلت بأنه الخطورة تبقى واردة. كان مكلف بحرس من طرف اللاعب يوسف التربي من الجولة الأولى، يمكن أقول بأنه اللاعب ويليام جيبور شاهدوا رجع الوراء وبالتالي استطاع باش أنه كان يبحث ويتحين عن الفرصة. مثل هذو هما اللاعبين اللي كيكونوا عندهم تأثير رصاصة الرحمة في شباك الحارس عبد العزيز محمد. إذا الآن يمكن أقول بأنه محمد ترفع الكرة والهدف. فريق نادي كان يعدل من خلال هذه الركنية. إذا فريق نهضة بركان يعدل من خلال هذه الركنية. قلت بأنه فريق نهضة بركان بدأ يتحسس الخطر ويتقرب من تشكيل الخطورة، وبالتالي الخطورة كانت الركنية الثانية على ثواني وأعطت الهدف الثاني. فرحة وهستيريا هنا بملعب مدينة بركان، فرحة عارمة بعد أن سجل هذا الهدف. والتعادل لصالح فريق الوداد. دايو والذي سجل. شاهدوا الآن ضربة رأسية صعبة، ضربة رأس، ارتقاء كان جيد في هذه المحاولة الأخيرة، ودايو يوسفو يسجل هدف بطريقة جيدة. إذا دايو يوسفو يسجل الهدف بطريقة جيدة. إذا دايو مرة أخرى